كريم يعني تو قاعد يصير شويه على اساس تكثر النقاش والله الحقيقه اللي قاعد يصير مش باهي منظومه نتاع الفريق. انا واحد من الناس تحمل المسؤوليه انا في المنظومه هذه، منظومه عندها 3-4 سنين قاعد تخدم حاجات مش باهي، ونعاود ناكد في اقرب فرصه من الجمعه هذه باش نحط نعمل زوبعه كبيره في كره القدم، باش كل واحد يتحمل مسؤوليته، وعندي الدلائل الكافيه على كل واحد على عمل حاجه خارج الكوره اللي خلتني نقول كلام هذا. خاطر انا جيت نتكلم نهار الجمعه في الجلسه ما خلونيش نتكلم، وعدوني الحكم هذا هو بيدير طلبوه وعدوه هو يكلمني ونتحمل مسؤوليه يكلمني نهار الجمعه، وصار تليفونات البارح وانا ما نتحبش نخلص كل شيء تو. انا في البارودي ايضا فوزي معنا رئيس جمعيه الدوليه الليبيه في البارودي، يعني تو اللي قاعد يصير على خاطر نحب نضبط الحاجه. كريم راهو طبعا طول حول التحت الجاري في الجلسه العامه وهو اللي يكف، هو اللي يكف، وكان من يسمع موز البارودي انا نتفاهم معاه، وليت الكلام اللي كان يكون فيه كلام مختلف، معناتها كانت كل الجمهوريه اليوم يتحرك باش يعرف التليفونات هذه اللي قاعده تصير، كيفاش حكم يكلم رئيس الجمعيه، تو في الجمهوريه والنيابه العموميه كانت تسمع، لابد انها تتحرك وتفتح بحث تحقيق اللي قاعد يصير. هذه مأزلة معناتها، هذا معناتها عينة وكريم بارك الله فيه، وكما قلت لك هو اللي كانوا باش يعتذروا عليه في الجلسة العامة، هو اللي يقول وما كانوش يعتذروا عليه، ويقول انه الحكم طلب طلب، معناتها النيابة العمومية لابد انه يتحرك ولابد انه يلعب كل حمل مسؤوليته، الكورة ما عادش نجموا نلعبوا بالطريقة هذه. كريم الهاني رئيس اتحاد سميتلا، مرحبا بك كريم. الكلام اللي قلته راهو كلام خطير برشا، واكيد نتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي قلته لكم، ونعرف روحي قاعد نتكلم، وانا تو جنبك ما قلت حتى الكلام السيء الموجود اللي صاير اكثر من حتى انا تو خطي في الجمعيه ما تقلقني، انا تو نتكلم على كل كبيره وصغيره وكل من تجاوز. الحلقه تاع الرابطه اثنين ما تكفينيش، الشيء اللي عندي الشيء الموجود عندي تاع 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات وشوي.